اعرف دينك. الحمد لله الذي سير الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. تبحث عن أرجى عمل وأعظم أجر في الإسلام؟ طبعا نفسي. نفسك تعمل عمل بسيط وتحصل منه على أكبر أجر في ديننا؟ نعم، تعالى وتعالي يا أختي قربوا واسمعوا. روى الترمذي وحسنه عن أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه: من اغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر ودنا واستمع وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. الله أكبر. قال وكيع: اغتسل هو وغسل امرأة أي جامع زوجته فأحوجها إلى الغسل. وفي رواية تانية لأبي داود بسند حسن عن أوس ابن أوس الثقفي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه يقول: من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. يعني إيه بكر؟ أي راح في أول الوقت. يعني إيه ابتكر؟ أي أدرك أول الخطبة. ودنا من الإمام أي سارع إلى الصفوف الأولى ليقترب من الإمام. ولم يلغ أي استمع للخطبة ولم يتكلم. كان له بكل خطوة أي ما بين القدمين. تخيل حضرتك لو بين المسجد عندك وبين بيتك، عشان تخرج من بيتك لصلاة الجمعة للمسجد 100 خطوة مثلا، فليك فيها بكل خطوة أجر صيام وقيام سنة، يعني 100 سنة صيام وقيام. ده أنا كده هدور على أبعد مسجد وروح له. أيوة، لو دور على أبعد مسجد وروح له. بس خلي بالك، لازم شوف شروط الحديث هنا ايه. من غسل واغتسل اي تطهر من جنابه واغتسلت زوجته، وبكر راح في اول الوقت، ومشى ولم يركب، ودان من الامام في الصفوف الاولى، وانصت ولم يلغ. تخيل ليك بكل خطوه اجر سنه قيامها وصيامها. فهذا الحديث كما قال اهل العلم هو ارجع اجر وأعظم أجر في ديننا بفضل الله عز وجل. عشان كده لابد أنك تحصل على هذا الأجر. ودلوقتي كمان هتنشر الحلقة دي لكل أصحابك، لكل أصحابك ولكل أحبابك، على كل الجروبات، حتى يكون في ميزان حسناتكم أنتم هذا الفضل وهذا الأجر. بحبكم في الله، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.